ينضم إلينا هذه المرة من العاصمة القطرية الدوحة سيد طارق الرفاعي، وهو خبير ومحلل في قطاع الطاقة والنفط. سيد طارق أهلا بك وشكرا لوجودك معنا أيضا في هذا الحوار. طبعا سنناقش أيضا موضوع النفط وتأثيره حتى على ربما الارتباط في سعر الغاز وربما التأثير على الدولة القطرية، ولكن قبل أن أذهب إلى قطر هذه المرة طبعا سأوجه هذا السؤال إلى السيد برجس. وكنا قد يعني ذكرنا في نطاق واسع هنالك ما كان يعتقد بأنه ربما هذه حرب أسعار النفط، ولكن في النهاية كنا قد شهدنا استفادة أو سنشهد ربما استفادة بالنسبة للاقتصاد العالمي. هناك من يعتبر أنه ستكون ربما سياسة تحفيزية ولكن غير نقدية عبر وسيلة أخرى وهي تراجع أسعار النفط. برأيك إلى أي درجة سيستفيد الاقتصاد العالمي من هذه التراجعات؟ الاقتصاد دائما الاقتصاد يكيف نفسه على الأحداث، فمثلا ارتفاع الدولار تزامن مع انخفاض الأسعار، فلو حدث أحدهما لكانت مشكلة للمصدر أو للمستورد وحده، ولكن الآن الدول مثلا شرق آسيا ارتفع الدولار فبالتالي سيقل طلبهم على النفط، ولكن في انخفاض الأسعار عوض هذا قليلا، فتجد يقبلون على شراء النفط كثيرا. فالمحفز يكون محفز لدولة وليس لأخرى، وإذا كان في عامل آخر يكون يتزامن التحفيز مع اللا تحفيز في بعض الأحوال. دائما الاقتصاد يكيف نفسه مع بعض، ما لم يكن هناك انهيار، ما لم يكن انهيار مثلا ثابت مثلا في الدولار أو انهيار في القطاع العقاري أو انهيار مثلا في 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 الصين أو بما أن الأمور طبيعية والمسألة مسألة عرض وطلب ومخاوف في أسواق النفط الدولية الإلكترونية، تجد أن السوق يكيف نفسه مع بعض. نعود إذن هذه المرة إلى الدوحة ونتواصل أيضا مع ضيفنا السيد طارق الرفاعي. في قطر لماذا وضعها غير متوجسة مما يحدث؟ يعني هي الأقل صخبا في هذه الأيام، وكأنها تقول أنا لدي الغاز لم يحدث تأثير في ذلك، وأعلم مركزي جيدا في العالم وأعلم مكانتي وما هي أسواقي الخارجية. لماذا قطر حتى الآن لم تصرح بأي تطمينات أو أي سعر ممكن يرضيها على الموازنة؟ أهلا وسهلا بكم، وقبل مبدأ الحديث بتاعنا أحب يعني أبعث بتحية للدكتور إبراهيم فوزي اللي كان معاكم على الهواء، فهو أستاذي وأحب أرسل له تحية خاصة. نعم، ما يزال معنا الدكتور إبراهيم فوزي. واسمح لي سيد طارق طبعا أطلب من الزميل المخرج عمرو بطارسي يعني أن يضمكما معا، وربما أيضا توجه له الآن عبر الهواء طبعا يعني مصر موضوع آخر وقطر موضوع آخر حبذا يعني. نعم لو نعود إلى ما يحدث في قطر. طيب. طيب احنا طبعا بالنسبة لقطر، قطر عندها كميات كبيرة من الغاز وبتعتمد على الغاز الطبيعي، وفي نفس الشيء برضو عندنا كمية من البترول وعندنا تنوع لمصادر الدخل. فيعني قصة البترول مش هي يعني اعتقد انها قد لا تؤثر كثيرا على قطر. بالنسبة للموقف الحالي بالنسبة للبترول عامة، باعتباري فني بعمل في هذا المجال منذ 35 عاما، فأنا قمت بعمل بعض التحليل يعني وأحب أعرضه. أولا احنا رجعنا عملت تحليل تاريخي منذ توثيق أسعار البترول في سنة 1861 منذ عام 1861 وحتى عام 1973 لم يحدث أي تغير في سعر البترول بالرغم من الحروب العالمية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. بداية السيولة في سعر البترول أو التحركات العنيفة اللي بنشوفها هي في سنة 1973، وأعتقد الدكتور إبراهيم اتكلم في هذا الموضوع، في حرب أكتوبر والانتصار العربي العظيم اللي تحقق في عام 1973، والموقف الرجولي من دول الخليج العربي بقيادة الملك فيصل في ذلك الوقت. ووقتها ارتفع سعر النفط من 3 إلى 12 و15 دولار، فدي كانت أول نقطة تحول في سعر البترول.
النقطة الثانية في عام 1979 مع الثورة الإيرانية، وقفز السعر وقتها من 15 تضاعف وصل إلى 30 أو 35 دولار. الفترة دي اللي هي من خلت الغرب ينظر إلى الموضوع بمنظور استراتيجي مختلف، فما بقاش السعر 3 دولار ويرتفع 2% أو 5% أو 7% سنويا، لا دي بتحصل قفزات بتؤثر على الاقتصاد الدول الغربية. نعم. فبدأوا ياخدوا إجراءات معينة لتجنب أي ارتفاع جديد في الأسعار بصورة مخيفة زي ما حصل في 73 و79 لغاية ما وصلنا سنة 1986. نعم. وبدأت نيويورك تايمز والجرايد العالمية تتكلم عن حاجة اسمها تخمة النفط أو الأويل جلات. ده كان في عام 1986 وبدأت الأسعار تهبط من 35 دولار إلى 10 دولار. نعم. في عام 1990 مع الغزو العراقي للكويت شفنا 35 دولار مرة تانية، وبعد كده استقر شوية السعر عند 30 أو 35 دولار. نعم. لكن في الحرب على العراق في 2003 بدأ السعر يرتفع مرة تانية، ومع النمو الاقتصادي السريع في الوقت ده من 2003 ل 2008 شفنا. نعم. 140 و 147 وقربنا لل 150 دولار. طيب سيد طارق، يعني في هذه التحليل. نعم. ربما هي قد تكون تحليل تقنية بالنسبة للتسعير والأسعار في الوقت طبعا بالزبط. التاريخي، ولكن هل سيكون هنالك أي إشارة. نعم. في هذا التحليل إلى ما هي ربما أسعار المستقبل، هذا ما سنصل إليه؟ كده. نعم بالظبط كده. بعدين النقطة التانية اللي أنا هتكلم فيها، احنا هنا بينا تحليل تاريخي وظهر قدامنا ان النفط ليس سلعة عادية، ما هوش سلعة بتزيد 5% او 10% او 7% كل سنة، ولكن فقط للتعقيب هنا فقط سيد طارق، يعني حتى لو نظرنا الى يعني سلع اخرى كالذهب على سبيل المثال، يعني حتى بعد ربطه في براتن وودز استمر عند اسعار ما بين 35 و40 دولار لفترة طويلة جدا قبل ان يبدا في التحرك ربما في. نعم. السبعينات او حتى الثمانينات. صحيح، ولكن لا أعتقد أن في قفزات كبيرة نفس البترول. نعم. يعني ما كانش مثلا بثلاثة ووصل لخمسة وثلاثين، ما تضعفش 10 أضعاف في فترة وجيزة أو في 4 سنوات. طيب ده يخلينا ننظر من التحليل التاريخي ده نقدر نشوف مين اللي يقدر أو مين اللي يستطيع يتحكم في أسعار النفط. نجد أن منطقتنا هي المنطقة التي تتحكم في أسعار النفط. صحيح الدول الغربية تقدر يكون لها تأثير تكنولوجي وتقني وبعض التدخلات، لكن لا تستطيع عمل قفزات غريبة في السعر، فدي نقطة مهمة نوضحها. سيد طارق اسمح لي، هنالك مداخلة. كنا نرغب الأستاذ فضل. برجس أن يعلق على موضوع أنه بيضة القبان هي في يد الخليج، يعني نرجع هذا الموضوع. نعود من جديد هذه المرة إلى مصر وإلى ضيفنا طبعا الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة المصري. أرجو أن تستمع دكتور، عندنا تقرير هذه المرة يتحدث عن الأثر ربما الإيجابي الذي سيلمسه ميزان المدفوعات المصري على إثر تراجع أسعار النفط العالمية. نتابع. رابحون وخاسرون، مستفيدون وغير مستفيدين، هذا هو حال كافة الاقتصادات العالمية المنتجة والمستهلكة للنفط في ظل التراجع الكبير الذي سجلته الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وهو بمزيج برنت إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات، مشهد فرض نفسه على الاقتصاد المصري الذي يدفع فاتورة شهرية تزيد على المليار دولار لاستيراد المواد البترولية، بل ويجعله أحد المستفيدين من هذه التراجعات التي قد تساهم برأي الحكومة المصرية في خفض فاتورة الاستيراد ومن ثم تقليص عجز الموازنة. طبعا كل ما نزل السعر العالمي عن السعر اللي احنا متوقعينه ده يكون المتوسط العام خلال السنة، ده طبعا هيصب في مصلحة يعني الموازنة العامة للدولة، وانه تخفيض حدة العجز اللي موجود في الموازنة العامة للدولة، لكن فنأمل ان ده يكون الاتجاه خلال السنة كلها، مش حضرتك
حضرتك عارف ان الاسعار بتتغير بشكل سريع، فلكن لو ده استمر على مدى السنه الماليه كلها اعتقد ان شاء الله هيصب في مصلحه الموازنه باذن الله. ويؤكد الخبراء انه على الرغم من المساعدات البتروليه التي تلقتها مصر خلال الاونه الاخيره من دول الخليج وبخاصه السعوديه والامارات، الا ان تزايد معدلات الاستهلاك تجعل الاقتصاد المصري دائما بحاجه لاستيراد المزيد من المواد البتروليه وعلى راسها البنزين والسولار. لما نيجي نشوف النهارده ان مصر بقت دوله مستورده، يبقى اذا انخفاض الاسعار العالميه للبترول ومنتجات البترول ده في صالح مصر. فده ازاي نستفيد؟ انا استفيد من ان احنا نقدر نكون احتياطي عندي من البترول ومنتجاته، الحاجات الناقصه عندنا بنستوردها، لان الاسعار ممكن تزيد تاني بعد كده، وانا اتصور انها هتزيد. يعني ما هيش ازمه عالميه زي 2008 ابدا، مش هتكون بهذا الشكل في تقديري. فاحنا الاستفاده بتاعتنا من هذا هي استيراد كميات ضخمه من البترول ومنتجات البترول، وخصوصا احتياجات قطاع الكهرباء. وتشير البيانات الحكوميه الى ان مصر تستهلك شهريا نحو 500 الف طن من السولار و300 الف طن من البوتاجاز، اضافه الى 150 الف طن من البنزين و500 الف طن من المازوت. رب ضاره نافعه، او هكذا تفكر الحكومه المصريه في ظل تراجعات اسعار النفط، املا في ان تسهم هذه التراجعات في خفض الفاتوره الكبيره التي تدفعها مصر سنويا لاستيراد المنتجات البتروليه. ياسين البوهري، سي ام بي سي عربيه، القاهره. نعود من جديد الى الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعه المصري الاسبق. دكتور، هل ممكن تتوجس مصر اليوم من انه اعتمادها على الفائض المتاتي في ميزانيه الدول الخليجيه الذي يصرف في نهايه المطاف لغايات مساعدات وضع ودائع في بنكها المركزي، مساعدتها على عمليات شراء ما تحتاجه من سلع خارجيه، سيتاثر، اعني بذلك المخصصات المقدره من عربي المنطقه العربيه ستتاثر من تراجع سعر النفط، الفائض لن يتاتى قريبا ربما، ومصر ستكون متأثرة كبقية الدول الأخرى؟ لا أتصور ذلك لعدة أسباب. أولا الدول الخليجية أو الدول المنتجة للنفط اللي احنا بنقول أنها سوف تتأثر دخولها بسبب انخفاض السعر، لديها احتياطيات ضخمة جدا، وما قيل في يعني منذ قليل أنه خسارة دي مسألة حسابية لأنها تقارن بالمكسب الذي كان يتم في الأسبوع الماضي. لكن الاعتبار الأهم هي أن المنطقة كلها تغلي وعلى بركان لا يستطيع أحد أن يدرك نهايته. نحن نرى ماذا حدث في العراق وما حدث في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وما يحدث من داعش ومن التدخل الحلف الدولي الذي تقوده أمريكا، الله يعلم إذا كانت تقوده بإخلاص أو تقوده لمصالحها لإحداث تقسيم في المنطقة. هذا الزلزال يهدد جميع دول المنطقة العربية، وجميع دول المنطقة العربية تدرك أن وحدة الجيش المصري وقدرته عامل مهم جدا في الحفاظ على كيان الدول التي نعم لم دكتور. يطلها حتى الآن هذا الزلزال. نعم. أتصور أن قوة مصر هي قوة لكل الدول العربية كما جاء في تصريحات جميع الإخوة العرب. نعم الذين دكتور. نحمل لهم كل تقدير. هم يقولون نعم. أن أمن الخليج هو من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج، ولا نعم أتصور دكتور. أبدا أن مبالغ مالية سوف تقف عائق بين دول الخليج والدولة المصرية، وخاصة أن الدولة المصرية تاريخها في تسديد ما عليها من ديون لا نشك في ذلك أبدا دكتور، لا نشك أبدا نعم. أكيد لا نشك في ذلك يعني أبدا وليس تتخاذ. هذا مقصدنا من السؤال، ولكن المقصود فعلا خلق التوازن المالي على الأقل والاقتصادي في المنطقة العربية هو واجب قومي. وأشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة المصري شكرا. الأسبق. لكن دعونا هذه المرة أيضا نعود رولا إلى قطر وإلى السيد طارق الرفاعي من جديد. يعني سيد طارق، يعني ذكرت منذ قليل بأنه ربما الخليج هو ربما بإمكانه التحكم يعني في أسعار النفط، هل تعتقد بأنه بالفعل نعم تفضل. أنا أعتقد أن هناك دولتين أو ثلاث دول فقط هي اللي تقدر تعيد أسعار النفط إلى مصر.
ولكن لو أوبك باستطاعته أن يعيد أسعار النفط، ألا تعتقد بأنه في اجتماع في نوفمبر قد يعيد أسعار النفط إلى مستويات $100 وفوق $100؟ ولكن هناك من يقول بأن يعني ربما أوبك لم تستطع يعني لن تستطيع مجددا في التحكم في أسعار النفط. أنا لا أتحدث عن أوبك، لا أتحدث عن أوبك فقط، أنا بتكلم عن ثلاث دول، في منهم اثنين في أوبك. نعم. بتكلم على السعودية وعلى المملكة العربية السعودية وعلى إيران وعلى روسيا. هذه الدول لديها فائض يمكن تصديره. نعم. ويمكن أن تتحكم في الكمية التي لن تصدرها أو التي تستطيع إيقافها. فمثلا بنتكلم في السعودية تستطيع إنتاج مثلا 12 مليون برميل بتصدر منهم 7 مليون. نعم. روسيا تقريبا إذا قلنا جايز نفس الشيء تقريبا. طبعا هذه الأرقام بتتغير ديناميكية فما عندناش بالضبط الأرقام، لكن احنا بنتكلم على 10 مليون، أو إذا تكلمنا على إيران برضو في كمية أقل فائض تصدير. ممكن الكمية اللي بنتكلم عليها دي تؤثر تأثير كبير جدا على الأسواق، لكن هل طبعا احنا عارفين الموقف الحالي أن طلب اجتماع طارئ أو كان في كلام على اجتماع طارئ ولم يتحقق وهيكون الاجتماع العادي في نوفمبر. أنا حابب أتكلم هنا نقطة عن المعطيات أو إيه اللي خلى أسعار النفط تنخفض. زي ما قلنا في تقدم تكنولوجي كبير في أمريكا الشمالية وفي الصين وفي كندا. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعني قاربت، ما نقدرش نقول وصلت، لكن بتقرب تدريجيا أو تقرب تدريجيا من الاكتفاء الذاتي، وذلك نتيجة طبعا الغاز البترول والغاز الصخري. في انتاج كبير جدا من الزيت الرملي في كندا، يعني رأينا كندا عندها كميات كبيرة وبتستطيع استخراجها ومعالجتها وبتبدأ التصدير من الزيت الرملي. نعم. في طبعا دخول أنواع البديلة للطاقة زي الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية، طبعا دي لها تأثير ولو كأنه محدود، لكن هي بتأخذ جزء. نعم. من مزيج الطاقة العالمي. نعم أستاذ. الفترة الأخيرة نقول مع 10 سنوات السابقة ظهر جليا الاهتمام بالآثار البيئية لاستخدام البترول في توليد الكهرباء، وبدأت الدول. نعم. تتحول من. نعم. استخدام البترول في الكهرباء إلى استخدام الغاز. أستاذ طارق اسمح لي، شكل أيضا تفضل. أنت تعلم ما هي ضرورات الهواء أحيانا وكيف عند الدقائق الأخيرة. نعم. نضطر يعني حرجا منك أن ننهي مدة هذا اللقاء، ولكن شاكرين جدا لإثراء ما ذكرته وأيضا الإحصائية الرائعة التي قمت بتحضيرها ولإثراء هذا المبحث السيد طارق الرفاعي الخبير والمحلل في قطاع الطاقة والنفط، شكرا جزيلا لك. أيضا لدينا في هذه الأثناء مشاركة من موسكو وواشنطن، لكن مداخلة من أستاذ برجس. عندما نقول أن السعودية هي أول من يتحرك لإنقاذ سوق النفط، ليبيا عندما هددت حقولها بأن توقفت استعدت السعودية وعالجت الموضوع مع اختلاف نوعية النفط، لماذا السعودية لا تتحرك في حال مطلوب منها أنها تخفض الإنتاج ولم تعلن عن ذلك؟ إذا كانت هي مخذة موضوع أنه هي عليها عاتقها أنها توفر الحاجة السوق من النفط لما صار عندها سابقا. في توفير، إذا كان هناك نقص في السوق ممكن تعوض السعودية، ولكن الآن هناك فائض. ما الفائض؟ ليش ما تخفض؟ ليش ما تبدأ في الموضوع؟ لا تستطيع أي بلد أن تخفض من إنتاجها. الجميع يعني يسعى الى 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 الكسب الزائد، وهناك ايضا امور تقنيه لا تستطيع السعوديه ولا غير السعوديه. مثل ماذا يعني لو سريعا؟ يعني مثلا الاستهلاك المحلي، يعني نحتاج مثلا الى النفط الذي نستخرجه ونصدره الى جميع الدول، هناك غاز مصاحب مع هذا النفط نحتاجه في انتاج الكهرباء. يعني ممكن السعوديه يعني تخفض 200 300 الف برميل، ولكن لا تستطيع أن تخفض مثلا 1.5 مليون برميل. يعني هذه حاجة مهمة. الحاجة الثانية أيضا أنه إذا أتت الخفض الإنتاج لن يأتي من السعودية فقط، يجب أن يأتي من جميع دول الأوبك. يعني هي ولذلك وجدت منظمة الأوبك أن يتفقوا نسبيا على الخفض. أنا أعتقد أنهم لم يجتمعوا اجتماع طارئ لأنهم عارفين أنه لن يتفقوا على خفض. طيب سيد برجس، ايضا طبعا سنناقش موضوع اوبك في اخر الحوار اليوم، ولكن دعني هذه المره انتقل الى روسيا، ومعنا ايضا عبر الهاتف السيد فاتشيسلاف ماتزوف
وهو محلل سياسي ودبلوماسي روسي سابق. سيد فاتشيسلاف أهلا بك معنا، ولكن هذه المرة يعني سنتحدث بعض الشيء عن التأثير الروسي أو كيف تأثرت روسيا بعد الانخفاضات الأخيرة، وخصوصا بعد أن شهدنا بداية ربما تخفيض التصنيف الائتماني على الديون السيادية من قبل موديز، وبعض أيضا هناك التهديد من باقي المقيمين بالنسبة للديون السيادية بتخفيض الديون السيادية أو طبعا تصنيف الديون السيادية. ولكن السؤال هنا، ربما الكرملين قد يتحكم أو قد يتمكن على المدى القصير من سداد طبعا أو تغطية أي نقص في الميزانية على الوقت القصير، ولكن على المدى الطويل وفي ظل تراجعات الأسعار إلى هذه المستويات، ما هو وضع روسيا؟ حسب اعتبار الخبراء الروس في أمور المالية، يعتبرون أن روسيا تستطيع أن تتحمل ضغوطات اقتصادية والمالية التي مرتبطة مع البترول خلال 4 سنوات تقريبا، تتحمل كل تأثير على الاقتصاد الروسي، لأن احتياطات المالية في روسيا ضخمة، وروسيا يمكن أن يصرف تلك الاحتياطات لتسد الثغرة في الميزانية الروسية. ولكن هناك طرف، أي طرف من في العالم، أي اقتصاد يربح من هذا النزول الأسعار على البترول. عبر كل شيء الدول المستهلكة للبترول، وهي الصين الشعبية، اقتصاد الصيني. ولذلك أمريكا عندما تبذل الجهود لتخريب المواقف الاقتصادية للروس على هذه الطريقة، لا تحسب أن هناك ضربة قوية على إنتاج الغاز زيت الرملي كذلك في أمريكا، لأن هناك تكاليف الإنتاج بحوالي 83 دولار على المتر مكعب. ولا شك أن هناك محاولة الأمريكية لمنع روسيا لتفتيش وإخراج الغاز والبترول من مناطق أركتيك، لأن هذه المناطق أغنى مناطق ذوات الطاقة في العالم، معروفة اليوم. وروسيا لا شك لوحدها لا تستطيع أن تستخرج أو تفتيش أو هذا لهذا البترول والغاز في مناطق أركتيك، وتكاليف إنتاج تحت الجليد غالية، ولذلك نزول الأسعار تؤثر على أفق الاستثمار مناطق الشمالية، مناطق أركتيك، وهذا أحد الأهداف الأمريكية لمكافحة روسيا من أجل سيطرة على منطقة أركتيك. ونشكرك جزيل الشكر طبعا ضيفنا من موسكو السيد ماتازوف، وأنت محلل سياسي ودبلوماسي روسي سابق. هنالك إذن أصابع الاتهام تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. انضم لدينا عبر سكايب في الوقت الراهن طبعا السيد أو الدكتور أنس الحجي، وهو طبعا كبير الاقتصاديين في شركة NGP واشنطن. أهلا ومرحبا بك. أعود بذاكرتنا إلى قبل عام تقريبا، وأنت ذكرت أنت من تقيم في موطن العمسام كما يقولون، أنت الأقرب إلى الشارع الأمريكي. كانوا يقولون بأن رعاة الإبل صعب أنهم يتحكموا أو يقودوا سوق النفط، وأنت ذكرت مقالة أنه بين رعاة الإبل ورعاة البقر أين هو النفط اليوم. تعليقك دكتور أنس. أولا أنا استمعت لما قاله الأخوة، وأريد أن أذكر حقيقة مهمة، أن الثورة النفط الأمريكية وثورة الغاز الأمريكية قام بها القطاع الخاص، وليس للحكومة الأمريكية أي دور في ذلك. وعندما أتكلم عن القطاع الخاص ليس كله، لأن كبار شركات النفط ليس لها علاقة في هذه الثورة، أغلبهم هم ناس مستقلين الذين قاموا بهذه الثورة. فما نشاهده في أمريكا لم يكن نتيجة سياسة حكومية أمريكية، وبالتالي ليس له علاقة بأي سياسات أمريكية تتعلق
بروسيا أو بالخليج أو بأي شيء آخر. الأمر الآخر أن أمريكا استطاعت أن تزيد إنتاج النفط بما يعادل إنتاج الكويت حاليا أو إنتاج الأمارات، وهذا نتيجة تطور التكنولوجيا ونتيجة الخبرات الموجودة في هذه البلاد. الإشكالية التي توجد في السوق حاليا، وسمعت الكلام عن موضوع السعودية، أن كل الفائض الموجود في السوق هو من النوع الحلو الخفيف الحلو، بينما إنتاج دول الخليج كله سواء كان خفيف أو ثقيل هو من النوع الحامض. لذلك أي تخفيض الإنتاج من دول الخليج لن ينفع الأسواق ولن يؤدي إلى رفع الأسعار بالشكل الذي كان ترفعه التخفيضات في الأوقات الماضية. اسمح لي دكتور أنس الحجي أن أتوجه بهذا، طبعا أشكر جزيل الشكر لانضمامك إلينا وإن كانت في الدقائق الأخيرة. أعتقد من يجيب على هذا الموضوع الأستاذ برجس. نعم، وأيضا بالإضافة إلى ذلك سؤال أخير فقط يعني ربما هو الأهم خلال هذه الفترة عن أوبك، وهل مستقبل أوبك في خطر برأيك؟ أوكي، في البداية بالنسبة لل... لنوع النفط حامض والحلو، الحامض والحلو هي هو صحيح، ولكن ليس 100%، لأنه المعامل التي تستخدم مثلا الحلو أو التي تستخدم الحامض لا تعمل بكفاءة 100%، بل تعمل بكفاءة تقريبا 70% 80%، ففي كل معمل يوجد مجال للارتفاع وللخفض. أما بالنسبة لمؤتمر أوبك أو لا أعتقد أن هناك دور لأوبك نفس القوة التي كان بها سابقا. الأمر واضح، ومن تابع الأرقام ومن تابع الأحداث كانت جدا واضحة. الصادرات الأمريكية الآن الإنتاج الأمريكي للنفط وصل إلى 8,800,000 ولم يصل إليه في خلال 28 سنة الماضية. الواردات انخفضت إلى مستوى 18 عاما مضت، 7,700,000. الإنتاج مثلا ارتفع إنتاج النفط الصخري من 600,000 إلى 4,000,000 في خلال 6 سنوات. في الحدث الأكبر والأهم أن النفط الصخري كان فقط المكتشف 32 مليار، خلال 24 شهر ارتفع 10 أضعاف. الآن يوجد نفط صخري في العالم 345 مليار، أي ما يعادل إنتاج، ليس صادرات بل صادرات واستهلاك دول الأوبك ل31 عاما قادم بمعيار اليوم. المسألة واضحة، هي عرض وطلب. الآن دول الأوبك، هل مستقبل أوبك في خطر؟ فقط هذا السؤال. والله أنا أتحفظ كثيرا، ولكن لا أجزم ببقائه متماسكا مثل السابق. نعم. إذن الحقيقة ومع هذا الرصيد من التطمينات الأغلب تقريبا، نشكرك جزيل الشكر الأستاذ برجس البرس، وأنت كبير المحللين والخبير في قطاع النفط، وأشكرك الحقيقة أنك لبيت دعوة CNBC عربي وحضرت خصيصا إلى هذه الندوة، كانت فعلا رائعة جدا، ومجالستك كانت أكثر من هام. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا طبعا أشكر كل زملاء الذين شاركوا في تقديم هذه الندوة، الزميل الطيب عبد الماجد، الزميلة لبنى البوضة، وأخيرا وليس آخرا طبعا الزميل حسين السيد، وكذلك مشاركة ومداخلة جول هوا اليوم. شكرا جزيلا للمتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.